السلام عليكم. اليوم نلتقي بالدكتور الهادي عجب الدور، يكلمنا عن الملتقى سلام. اولا نهني كافه المحبين للسلام في هذا اليوم السعيد. نحن بصدد عقد الملتقى الدولي لثقافه السلام بقلب اوروبا. نحن الان في اطار تجهيزات والزمن ونسابق الزمن، سيقام الملتقى الدولي لثقافة السلام في شهر مارس القادم. ندعو كل النشطاء والفاعلين والمهتمين بقضايا السلام والعمل العام للانضمام معنا في قلب أوروبا لنشر ثقافة السلام والتضامن والحب. نحن في المعهد الإفريقي الدولي متحمسين ونتعاون مع المنظمة العربية الأوروبية للتبادل الثقافي بقيادة الدكتور عصام البدري وفريقه أستاذ محمد الشمري وكل النخبة والكوكبة الكرام. ندعو الجميع للانضمام معنا في هذه الفعالية المهمة التي سيكون لها أثر طيب في كافة بقاع الأرض، وشكرا جزيلا. أهلا وسهلا.